أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الغادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبل
قبره مؤتزرا كفني شاغرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فاضر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقا ويحق الحق ويحقق. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرات وتقول كل مرة: العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.